أزول في اللون، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أنسوق، اللي من خلاله نكتشفوا الأسواق الشعبية المغربية بطريقة وثائقية. اليوم كنتواجدوا في تامري، سوق تاع تامري كيعمر نهار اثنين وكيتواجد بين أكادير والصويرة، تابع إقليميا لعمالة أكادير إيدو تنان. وباش نكتشفوا هذا السوق يلاه معنا. إنها رواية أخرى نحكيها عن قرية تاريخية، حكاية لقرية تامري المعروفة بأي تامر، التي لا تزال محتفظة بمشاهد قل نظيرها. فالدواب لا زال واحدة من هذه المشاهد. سوق المواشي هو ركن أساسي يؤثث فضاء الأسواق التقليدية. فكل يبحث عن ما يغويه. دقت ساعة الفطور والوجهة الأقرب هي مقهى لكي أسكن قرقرة معدتي. شاي منسم بأوراق الزعتر المحلي، وزيت زيتون تشع بخيوط نورها. إن القهوة رفيقة الصباح. أتأمل بخارها وأتلذذ مرها. من بعد ما فطرنا جينا خدينا واحد كاس تاع القهوة عند واحد الصديق اللي عنده واحد السمية اللي عجبتني، اللي واحد كوفي شوب سميتها كون صديق القهوة، يعني واحد السمية اللي زوينة صراحة زوينة. إذا من بعد ما فطرنا دابا جينا السوق الاسبوعي ديال تامري اللي قلت لكم كيعمر نهار اثنين، فيه يعني عام فيه الخضره فيه اللحوم. هذا السوق هذا ولا هذه المنطقه كتشتهر بوزروك بزاف والبنان، يعني باقي نمشيو نشوفوهم باش نزورو في هذا السوق هذا. يلاه معنا عاوتاني نزورو هنايا.
إن رواد السوق يأخذ ما يكفيهم من مؤونة، خضر وفواكه طرية. بس خندوق يا ولد كيلو 169 بسم الله غادي نصور دابا الثمن ديال الغداء بسم الله كيلو 62 كيلو صافي خدمه ديال الغلا صافي ياك لخلصينو الله يا ودي كيلو 300 غلا نصور السيد خلط راسو كاع شوفوا الكرم ديال هاد الناس نص الضيافه ديالو بالضغط ديال اسواق الشعبيه كاين الناس اللي واحد الكرم واحد الضيافه واحد الطيبوبه اللي ما تلقاهاش في بلاصه اخرى فالمنطقة تنتج أجود أنواع الموز بكميات تغطي حاجيات المنطقة. صور دا قصيد اختا ستوب صور جو ديالي على لا دا على عمارة طور شي على النديرات هاك اسكال ليش ها اسكال ليش ها اسكال دي ويد ليد دارك بحالة يا غير هاي مؤقت إن موقع القرية القريب من المحيط الأطلسي يجعل السمك واحدا من خيراتها. الخليل 10 دراهم تبارك الله وزرك مشكلة تبارك الله يفيدك وين قط تبارك الله سكيلو كاين سكيلو صافي استطاعت الأسواق الشعبية أن تتماسك وتحافظ على خصوصيتها من الاندثار رغم قسوة الزمن وتقلباته. كحرفة هذا الصياغ تبادلت أطراف الحديث معه فدلني على أحد المطاعم التي تعد وجبات تقليدية. Thank you.
سقط اختياري على وجبة الفاصولياء. دابا جينا نتغداو كوموندينا لوبيا هنا في السوق تاع تمري، وعلى السوق اللي عامر صراحة، وعلى السوق اللي فيه ما يتشاف من ناحية الحوت ديال المنطقة، يعني اللحوم ديال المنطقة، يعني اللحوم أو يعني المواشي اللي واكلة أرقال واكلة العشوب يعني ديال المنطقة. المهم غادي نتغداو دابا هذا المقهى، هذا واحد المقهى شعبي، واحد المقهى اللي غير من لاطي غاستعوا ليه، غادي تشوفوا دابا يعني شي حاجة اللي تقليدية وكتحسك بالراحة. من بعد ما كلينا دابا غادي ناكلو الباباي اللي جبنا قبيله ديال المنطقه ديال اي تامر. بسم الله. تبارك الله. من الادغال الافريقيه غفوت، فسرقت مسامعي نغمات موسيقية فاستيقظت. إن الفن يعكس داخل الأسواق الشعبية ثقافة وذاكرة تاريخية تحكي عن أوفياء ظلوا متشبثين بقيمهم التاريخية. ولكن ومن هنا من بعد ما جبنا دورة في السوق ديال تمري نتلاقاو في سوق آخر. عاوكني نغيب.